المباراة. الهدف الثاني، الهدف الأول كان من ضربة جزاء في ضربة حرة بالطبع لكريستيانو رونالدو مباشرة في دقيقة 51. في الدقيقة كما تلاحظون قبل أن تنقضي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع جاء هدف التعادل من وسط لاعب بوكي، واستمرت الفرحة بالطبع. من هنا حكم احتسب ضربة جزاء بعد عرقلة بيبي، حتى وإن كانت الكرة ليست متجهة نحوه، كانت متجهة نحو بنزيما، وكريستيانو رونالدو كالمعتاد نفذ بنجاح وأعطى